اليوم الحلقة الأخيرة من سلسلة أجمل تصميم، واليوم المتابعين راح يسوون تصميم توم وجيري، وراح نشوف منو اللي راح يفوز بالحلقة الأخيرة. بس قبل لا نبدأ هذا المقطع ونشوف منو اللي راح يفوز ويانا، لا تنسون هسه تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات، وما حب أطول عليكم أكثر، وبس مشاهدة ممتعة. السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ وياكم مهدي من قناة أوغا. طبعا هاي الحلقة الأخيرة من سلسلة ماستر كرافت، وبقى اليوم عندنا فقط متسابقين اللي هو رامي وهذا يوسف. أوكي يلا شباب، كل واحد يروح المكانه، كل واحد يروح المكان. هاي الحلقة الأخيرة، هلا والله منورين. حمود تتوقع منو اللي راح يفوز؟ أوكي طبعا كل المتسابقين اللي موجودين خسروا ويانا فقط، طبعا حتى حمود خسر. أوكي فاللي بقى وفقط بقى رقم 5 اللي هو منو؟ رامي. أوكي آر جي رامي، وبقى ويانا رقم 10. منو رقم 10 اليوم؟ رقم 10 اللي هو يوسف. أوكي يوسف إكس آر. فاليوم يا شباب ويا بنات هاي الحلقة الأخيرة من سلسلة ماستر كرافت، وإن شاء الله راح نشوف منو اللي راح يفوز ويانا وياخذ الجائزة مالته، واللي يخسر كل شيء ما ياخذ. فطبعا اليوم تصميم كرتون توم وجيري، فراح اقول بس احسب من 1 للـ3، راح تبدون 1 2 3 ابدوا، عندكم 15 دقيقة. خلينا نشوف رقم 10. حلو حلوة رقم 10 حلوة. طبعا يوسف راح يسوي جيري هذا الفأر، ورقم 5 راح يسوي توم هذا القط. اوكي خلينا نشوف شنو اللي راح يسوون اليوم. حلوة حلوة. طبعا صدق شباب بنات لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات، وكالعادة اكو رابط مال تصويت موجود بالوصف، دخلوا عليه وصوتوا لأحلى تصميم عندكم. اوكي حلو حلو. ها اوكي يوسف كالعادة اعتقد راح يسوي بس الرئيس بعد ما اعرف. اوه شوف التقدم مالهم، اوكي بداية حلوة ترى كلش. اوكي انت منو تتوقع راح يفوز ويانا اليوم بصراحة؟ الصراحة انا اتوقع رقم 6، تصاميمه حلوة. ماكو رقم 6 فارغة. اوكي ايه قصدي رقم 10. رقم 10 تصاميمه حلوة. اوكي بدا يكسر. لا 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 طبعا رقم 10 يوسف، وبكل الحلقات يكسر، يعني تصاميمه كلش كبيرة. ايه كلش تصاميمه عملاقة، بحيث يعني المفروض اخليه يصمم هنا بالعالم العادي. اوكي مو بالغرفة هاي. يب تمام. اوكي خلي تصاميمه بنهايته كلش حلوة. ايه طبعا مثل ما قلت لكم اكو رابط مال تصويت بالوصف، بعد ما تشوفون الحلقة كاملة دخلوا على الرابط وصوتوا الأحلى تصميم عندكم، هل هو رقم 10 أو رقم 5؟ خلينا نروح لرقم 5 نشوف شنو سوى. لا كمان رقم 5 نريد تصميم حلو، كبر التصميم ولهي درجة. أوكي حلو أوكي. على راحتك سوي اللي عجبك. هذا من رقم 4 نمبر 4 آر آي بي. أوكي ميت من زمان، أول واحد غادر مسابقة رقم 4. حلو حلوة. الوضع حاليا فل للفل. اوكي نشوف رقم 10 شنو جاي يسوي رقم 10؟ والله ما اعرف تصميم ما مبين حالي لان بعده ما كمله. رقم 10 يسوي جيري اتوقع مو؟ لا اعتقد توم، اي جيري الفأر. اوكي اوكي خلينا نروح الرقم 5. رقم 5 رقم 10 يسوي جيري وتصميمه اكبر من مال تصميم مال توم. ايوه عد بس رأس جاي. هاي الاذن، هاي الاذن. اوكي حلو حلو. طبعا عندكم شباب بقت لكم تقريبا 13 دقيقة، استعجلوا شوية. طبعا كالعادة مثل ما تشوفون الأرقام اللي هاي موجودة عندنا، مثلا رقم 1 خسر أوت غادر، رقم 2 كذلك غادر أوت، رقم 3 أيضا رامي حبيبنا رامي. وين رامي موجود؟ غير رقمه مو؟ رامي موجود يب. غير رقمه. رقم 4 غادر، رقم 5 كذلك غادر بس رامي اجى خذ مكانه، فرامي صار رقم 5. رقم 6 اللي هو يوسف ايضا غير رقمه خذ هناك، كان خليته يروح هناك. اوكي رقم 6 فارغه اوت غادر. رقم 7 منو كان؟ اوت ايضا غادر. رقم 8 كان ام كامل، فوداعا ام كامل خسر. رقم 9 اوت. اوكي حبيبنا من مصر احبكم، حبايب من مصر لايك اشتراك. اوكي فحاليا فقط متسابقين، الاول اللي هو 10 رقم 10 يوسف، بصراحة التصميم ماله كلش حلو ومبين، والمتسابق الأخير اللي هو رقم 5. لا رقم 5 جيري الفأر، جيري لونه بني مو أبيض. إيه طبعا هم يسمعوني بس أنا ما
ما طلع صوته، مسوي لهم ميوت، صوته مو اسطوري. اوكي تمام. لحظة، رقم 5 يسوي توم مو جيري. رقم 5 توم. صح صح، توم القط، توم القط، توم القط لونه ازرق، ازرق يا ذكي، ازرق 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 فاتح سمائي. هذا رجله اتوقع. شلون رجله يا اخي؟ هاي الرجل الاولى وهاي الرجل الثانيه. بعد انا ما لي علاقه، خلي على راحت. اوكي حلو حلو. اوكي خلينا نشوف الاول. خلي يسوي التصميم اللي عجباني، ما راح اقدم له اي نصيحه، كله من ضمن التقييم. حلو رقم 10 كلش حلو حاليا. حلو رقم 10 بصراحه، التصميم كلش حلو كبدايه يعني. اوكي يوسف اسمك العفو، حمود، حمود تعال يمي، تعال 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 تعال. ليش ما تاخذ رقم 7 وتجي تشاركيتي كلاوات؟ شو ما كان ها؟ اي والله كل شيء ما اعرف. شارك شارك، اكتب مال لايك، لايك لهم اكتبوا لايك. اوكي سوي لايك باي مكان يعجبك. اوكي طيب. صدق هاي لايك شباب، لايك لا تنسون اللايك. اوكي وحتى انشاء، بدي يسوي الحلقه والفيلم حلوه. طبعا اذا تردون نسوي لكم بعد سلاسل مثلا لعبه قيام وجلوس، اللي جاوب خطا يخسر، يعني اسوي لكم مسابقات وفعاليات ان شاء الله بالايام القادمه. فكل عام وانتم بالف خير بمناسبه شهر رمضان المبارك. اوكي طبعا افطار شيخ. نشوف يوسف شنو اللي جاي يسوي. اوكي يوسف حاليا بصراحه متقدم كتصميم حلو، بس الاذن الثانيه بعد ما كملها. نروح الرقم 5، رقم 5 شنو جاي يسوي؟ رقم 5 حاول تتعب نفسك على تصميمك، لانه بصراحه المتابعين ما راح يرحمونك بالتصويت. اوكي خلي نشوف، خلي نشوف وين جاي تسوي، جاي تسوي. اوكي خلي نشوف، لايك 100K. اوكي 100,000 لايك حلو. اوكي 100,000. منو دخل الديسكورد؟ منو؟ لا تخلي اي واحد يدخل مكانه. اوكي تمام. والله بدا يتقدم صراحة، تصميمه حلو. اوكي اوكي شوف شوف التصميم صراحة كلش عجبني، بس كون يضبطها، كون يضبطها. يعني شباب اذا رقم 10 كمل التصميم ماله يعني تعرفون هو اللي راح يفوز بصراحة، بس انا مالي علاقة. مبين كلش حلو، مبين. اي رقم 5 الحق نفسك يا اخي، شنو هذا التصميم؟ الحق نفسك، الحق نفسك. شوف رقم 5 اسم رقم 10 ايش سوى. اوكي استعجل استعجل استعجل. اوكي استعجل شباب، بقت لكم 5 6 7 8 8 دقائق تقريبا، استعجلوا. حتى الارضيه اذا اثبت انه توم اكبر من جيري. يا اخي رقم 5 خلي توم عملاق. اوكي على راحتك، ما راح اقول لك شيء بعد، على راحتك سوي. راحت هيبه توم. صح راحت هيبه توم. وين اللي كان يطارد اسمه الفأر وخابص نفسه؟ هاي ثاني طلع قزم. اوكي خلي نشوف. اوكي يب. اوه تعال شوف رقم 10 ايش سوى، بس العيون وين العيون؟ حلو العيون، ناسيهن لو شنو؟ والله ما اعرف، والله تصدق التنسيق مال الالوان جايبه صح. يمكن عيون من هاي الجهه، ما ادري يعني بعد، خلي يسوي اللي يعجبه. اوه من هاي الجهه. اوكي اللي نشوف. عيني انا توقعت عين واحده. حلوه 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 ضبطها. والله تصميم خرافي. ياب اوكي اوكي مبين الجائزه المن. اوكي بس لحظه، ورجله وين؟ ما عدا رجلين، هذا بس راس مسوي، بس حلو تصدق؟ حلو ايه كلش حلو، لو مسوي الجسم كامل مليون بالمية ياخذ 10 مليار بالمية. اوكي اوكي ها حبيبي. انا كنت متاخر على المسابقه، اقدر ارجع ادخل؟ لا تخي خسرت. لا لا شباب خسرت بعد ماكو اخ، والله كنت بمشوار جاي ركت على البيت والحين رجعت، ما اقدر ادخل شباب اكمل معاكم. لا انتهى الموضوع، خسرت بديت المسابقه وراح اخلص. طبعا طبعا رقم 10 القديم. والله امبارح انا امبارح كنت اقدر اتصور بس والله يا مشكله. والله يا حبيبي ايش ما بيديش، ان شاء الله على المسابقات القادمه. طب ما اقدر ادخل الحين؟ طيب اكمل؟ لا ايش رايك لو لحقت الحق، لو ما لحقت خلاص. تعال ادخل يلا، دخل 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 لازم تدخل بسرعه. تعال ادخل. اوكي طبعا المتسابقه الثالث اجى متاخر، فخلي نشوف يقدر يشارك. لا خلي نشوف. اوكي ولو القوانين ما تسمح، بس يلا ساعدك شويه. حتى الاذن سواها. لا لا هاي شنو؟ الفار ما عنده ذان. هاي ذان، هاي ذان، انتبه انتبه رقم 10 انتبه. هاي شنو؟ هاي شنو؟ انتبه. عفوا عفوا على راحت. اوكي وذر كلير تيمي سيت داي. هاي قرون لو شنو؟ انتبه انتبه رقم 10. اوكي انا بعد ما لي علاقه، سوي اللي يعجبك. اوكي
اوكي يلا شباب بدخل. اوكي بصراحة الوضع حاليا حلو، بس لو تعدل هاي اللي هنا أنا تجي كلش حلوة. اوكي ايش راح يسوي؟ لا 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 خربت 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 خربت. قبل كان احلى، قبل كان احلى، قبل كان احلى. اوكي اوكي عادي انطي نصيحة. رقم منو 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 رقم 10 عادي انطي نصيحة؟ اي انطيني نصيحة. شنو هي؟ خليني نشوف شنو النصيحة. اوكي لو يخلي هيك جبن هنا بالزاوية يطلع شيء حلو. اوه رقم 10 ورقم 5 سووا جبن. لا انت رقم 5 انت سوي سمكة. اوكي سوي سمكة. اوكي يب. حلوة اذا تقدر. ايش اسوي لك بالجبنة هنا؟ شباب بقت لكم 5 دقائق تقريبا، استعجلوا شوية. اوكي استعجلوا استعجلوا. بس سؤال رقم 10 شنو هاي اللي مسوي قرون ولا شنو؟ مو هاي اذن الذان مالته بعد انا مالي علاقة. خليني اشوف شنو اللي راح يسويه. طبعا انا حاليا مركز التصميم فقط على رقم 10 لان هو اكثر واحد متقدم وتصميمه كلش حلو. ايضا رقم 5 التصميم ماله جيد بصراحة، بس رقم ادمن الادمن. تعال شوف، تعال حمود تعال شوف ذاناته ما متساويات. شوف ذاناته ما متساويات معوق. اوكي اوكي هذا والله خطيه. اوكي شباب كم باقي الوقت؟ كم باقي وقت؟ بقت 5 دقائق. 5 دقائق 5 دقائق استعد. لا حول. اوكي تعال طب تدوني طب وقت اضافي عشان انا متاخر ولا ما اذا خلصوا الشباب مشكلتك هاي بعد. اوكي بس نساعدك عشان نعطيك 3 دقائق اضافيه. اوكي يلا تمام. اوكي خلينا نشوف رقم حاليا 5. بصراحه التصميم ماله بسيط وجيد، بس المشكله اني محتار شلون راح يسوي الرئيس. ما متساوي بس يلا مو مشكله. اوكي مين اخذ مكاني رقم 10؟ حبيبي رقم 10 صار مكان يوسف. شوف لك غير رقم. تعال تعال اخذ اي رقم. اخذ لك اي رقم. اخذ رقم 1. تعال اخذ رقم 1 اذا تريد. اخذ رقم 1 اذا تريد. اخذ رقم 1. اوكي حلو. انت تصميم عندك تصمم لو توم لو جيري، اختار لك واحد. عندي توم جيري قصدي. سوي اللي يعجبك يا اخي، استعجل بسرعه ما عندك وقت. بقت 4 دقائق. استعجل استعجل وانت جيت متاخر مستحيل تلحق. بس يلا نشوف. حلو حلو. شنو هذا فوق الراس؟ حدث ما فهمت. الاذن الثانيه. حلو 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 حلو. ضبطها والله. والله ضبطها، بس كون تخليها دائريه نفس هاي الاولى. كون شوي تخليها دائريه. اي بس حدد مكانها الاسطوره. والله كفو. خلينا نشوف هل راح يكملها. صح الاذن الثانيه. اوكي حلوه حلوه حلوه. رقم 5 شوي استعجل. ايش بيك صار؟ رقم 5 صار صاف، صار ساعه صاف من هالراس. يا اخي والله الراس خطا، بس يلا كمل. جاي نقل من جوجل. اوكي حلو. اوكي هاي تاليته. هذا الفرق بين الحافظ والفاهم بالدرس. اوكي هاي جاي صمم. حلوه من خشب. لا 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 غير غير الخشب غير الخشب غير الخشب. ابد ابد مو حلو الخشب. خلي كونكريت كونكريت بلوكات. يا اخي والله ما معي وقت. تمام سوي اللي عجبك روح. دقيقة القط توم ذاناته بنفسجية؟ ما اعتقد والله ما. اوكي شباب دقيقتين دقيقتين بعد استعجلوا استعجلوا دقيقتين. يلا يلا دقيقتين دقيقتين. اوكي طبعا انا جاي اقول بالوقت حتى اضغط على رقم 1. اوكي اعطيه استعجل. يلا دقيقتين دقيقتين بعد بعد دقيقتين. يلا دقيقة و40 ثانية بعد. يلا يلا رقم 1. شد حيلك شد حيلك. فشباب بصراحة المنافسة صارت كلش قوية ما دام دخل ويانا رقم 1. طبعا هو كان مشارك بس تأخر علينا، بس مو مشكلة ساعدنا ودخل ويانا. فاستعجل استعجل. اوكي هاي ايش راح تسوي؟ راح تسوي راح تسوي جيري. الله من تقوم من عنده. اوكي اوكي تعال شوف رقم 5 ماذا جاي تسوي. وين جاي لك جاي لك. شنو هاي شنو هاي؟ لا لا توم والله غاضب عليه. اي توم والله غاضب عليه. يا اخي تعب نفسك رامي، تعب نفسك. اصمم عنك انا اصمم عنك. اوكي لا مالي علاقه. طبعا شباب انا مالي علاقه. التصميم اللي يعجبكم من صدق صوتوا له حتى يفوز ويانا. والتصميم طبعا هاي الحلقه الاخيره مثل ما قلت لكم. اوكي
طبعا اعلى واحد راح يجيب اصوات هو اللي راح يصير. ما قلت بقى دقيقه في حلقات ثانيه ولا ايش؟ لا بعد ماكو حلقه ثانيه، هاي اخر حلقه بسلسلتنا هاي مال ماستر كرافت، وان شاء الله راح نسوي مسابقات جديده وسلاسل جديده وياكم، وايضا متسابقين جديدين يشاركون. فاللي يحب يشارك بالسلاسل الجديده او القادمه الرابط مال الديسكورد راح يكون بالوصف، بس تعال ادخل الديسكورد وراح تشاركون ان شاء الله. اوكي حلوه حلوه. رقم واحد لو جاي من وقت انا مكمل هسه. اي رقم 10 رقم 10 رقم 10 رقم 10 الاذن هاي خليها دائريه، خليها دائريه تجي احلى دائريه شوي هيك شوي تعب نفسك عليها تجي احلى. اوكي اوكي خليه يشوف خليه يشوف. دقيقه هذا شنو رقم واحد شنو تصميمك؟ اوكي والله بحاول. خلص وقتكم، وقف 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 كل واحد يوقف يوم تصميمه، وقف 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 كل واحد يوقف يوم رقمه بسرعه. ايش رايك بس تكوني شوي؟ لا 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 وقف وقف كل واحد يوقف كل واحد يوقف كل واحد يوقف يوم تصميم بس وقف وقف اعطيكم وقت. وقف 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 خليني اقيمكم سريع سريع سريع. وقفوا حاليا رقم 10 هو اللي متقدم، شوفوا بصراحه التصميم ماله اسطوري. نروح الرقم 5 يا علي الله من تقوم من تصميمه. اوكي رقم واحد بعد ما مكمل. فشباب راح اعطيكم فقط 3 دقائق اضافيه تسوون بيها تعديلات ورقم يلا 3 دقائق. 1 2 5 دقائق لا 3 ماكو يلا 3 2 1 انطلقوا. حلو رقم 10 رقم 10 رقم 10 خلاص بعد لا تعدي العيون، بس اسوي لك شويه جبن هنا هنا جبن 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 تجيك خرافيه. يا فتي شيء بسيط هيك العيون بعد لا تغير العيون بعد لا تغير والله ضابطات. اوكي بس الاذن هاي لو تقدر تخلي الاذن هيك شويه اعتقد تجي احلى لو تكبرها الاذن، لان ما متناسقه لو تكبرها شويه تخليها شويه اعرض. اوكي يا هيك هيك تمام هسه تمام حلوه حلوه. اوكي سوي لك هنا فج جبن بالزاويه ويطلع تصميمك رهيب. اوكي يطلع تصميمك اسطوري. اوكي ساعدتك تمام هاي تجي احلى هيك شوف اعتقد يب ليش حلو. اوه جت حلوه مو؟ ايه ايه كلش حلو. ايه ساعدتك اوكي يلا بس يعني من بين شباب بنات وين راح يفوز رقم 10؟ يلا شد حيلك شد حيل شباب بقت لكم دقيقتين يعني كمان استعجلوا شويه استعجلوا. بقى دقيقتين خلينا نشوف رقم 5 وين وصل بيه الدهر. اللون الاصفر هذا عيون. اوكي 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 خليني نساعدك شويه اساعد. لا الغش ممنوع الغش ممنوع. اوكي خلاص الغش ممنوع الغش ممنوع. اوكي روح سوي لي عتبه ما يقبل والله عود تصميمك ترى ما بقى شو ينتهي. بس رقم 10 حمود تعال يمي سريع تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال 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 شوف تعال شوف يمي جاي تلاحظ انه رقم 1 قلد تصميم رقم 10 جاي تلاحظه. ليش ليش يا اخي تقلد ليش المتابعين والله ما ايش اقلد ما معي وقت اطلع فيه كيف اقلد يمكن نفس التصميم شبيه صدفه مخيله. اوكي صدفه صدفه كمل بعد بالي على الاقل المتابعين ما يرحمون ترى بالتصويت. هذا باودر لا كونكريت. اوكي توقعت باودر. اوكي تمام هذا صوف تصميمك ما متناسق يعني الاذن صوف هنا أنا خشب هنا أنا كونكريت. ايش اسوي ايش اسوي تخيل واحد يقول لك مع 5 دقائق تبني دقيقه ترى بقيت بقيت دقيقه اخر دقيقه استعجل رقم 5 طبعا رقم 1 انا منتهي من عنده مستحيله. اوكي رقم 5 رقم 5 استعجل على السريع على السريع كمله. اوكي اوكي والله حلو رقم 10 حاول تسوي لك جبنه جبنه خلاص لا 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 لا, لا تسوي ما عندك وقت ما عندك وقت ما عندك وقت تبقى هنا تعال طقطق عليهم طقطق عليهم. اوكي هلا والله هلا والله شباب شباب استعجلوا اخر دقيقه اضافيه من عندي. اوكي استعجلوا استعجلوا حاليا رقم 10 بصراحه التصميم اسطوري. أبصر. رقم 1 كمل العيون ما بقى لك شيء. اي اي كمل كمل بصراحه التصميم اوه صار تصميمه حلو والله يب يب تصميمه العيون بسرعه تصميمه جيد بصراحه. اوكي طبعا هاي الحلقه الاخيره مثل ما قلت لكم راح يفوز بها فقط شخص واحد، اما بقيه متسابقين فنحب نقول لهم جي جي لعبه حلوه ان شاء الله على المسابقات القادمه تفوزون اذا ما خسرت طبعا. اوكي خلي نشوف خلي نشوف بصراحه العيون شلون ضابطين الحلق شلون ضابطه فتشي الاذن هاي هاي طبعا هاي ساعتها بها بس تصميمها كلش حلو.
نروح الرقم واحد. رقم واحد كمان شنو هاي رقم واحد؟ خلاص وقفوا وقفوا خلص الوقت وقفوا 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 خلص الزو يا اخي خلص الوقت خلص الوقت كل واحد يوقف يوم رقمه بسرعه بسرعه. اي شيء اي تعديلات تضيفين احسبك خاسر. روح يلا روح روح خلاص. طبعا انت صاحبي بس اني اسف شوي بس ماكو رحمه بعد. اوكي يلا كل واحد يوقف يم رقمه. راح استعرض لكم هسه شباب بنات التصاميم مال المتسابقين واريدكم تختارون احلى تصميم عندكم بصراحه وبدون غش، وان شاء الله الفائز راح يستمر ويانا بالتصاميم. يا استمر اخر حلقه يستلم جائزته. اوكي $100 اوكي نجي اول مره من اسوأ تصميم. اوكي اوكي رقم واحد لا ما غير 5 دقائق ما مستعد ابني لا 5 6 7 ما اعطيتك 8 دقائق. اوكي ما ادري الصراحه يعني اي ما تكفي بس يلا الحمد لله الحمد لله قدرت شوي تسوي شويه تعديلات. اوكي هذا هو التصميم مال الفأر جيري مثل ما جاي تشوفونه. نروح الرقم 10. والله رقم 10 انا اعطيك صوتي. اوكي اصوت لك. اوكي رقم 10 شوفوا التصميم التصميم ماله شوفوا التصميم ماله بصراحه كلش حلو حتى جبنه سوا شوفوا جبن حلو. نروح الرقم 5 يعني هذا التصميم مال رقم 5 بصراحه حلو بس انا دقيقه خلينا نسوي تعديلات شوي. اوكي شوي هاي من عندي تعديلات. اوكي طبعا رقم 5 ما حسيتهم احسه كرتون ثاني شايفه ما ادري وين شايفه انا. اوكي سوينا تعديلات فشباب بنات مثل ما جاي تشوفون هاي هي التصاميم النهائيه مال المتسابقين. فاريدكم هسه تدخلون للوصف وتشاركون بالتصويت وتختارون احلى تصميم عندكم. فاوكي شباب بنات وصلنا لنهايه المقطع هذا. شكرا على المشاهده. لا تنسون هسه اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. حمود افتح المايك للكل. شيل اللي ميوت شيل اللي ميوت خليه يحكون خليني اسمع ارائهم باخر حلقه اليوم. اوكي شيل اللي ميوت شيل اللي والله صراحه ظلم رقم ظلم. واحد انت لا تقلي ظلم انت ظلمت نفسك جيت متاخر والله كنت مشوار جيت رحت غيري دقيقه. يوسف يوسف وينك يوسف شو تحب تقول؟ شيل افتح لي المايك شو تحب تقول؟ هلا هلا حبيبي شو تحب تقول؟ بمناسبه الفوز شو تحب تقول؟ اخجل انا لا لا بعد التصويت بعده دقيقه. نروح الرقم 5 رقم 5 شنو تحب تقول قبل انهي المقطع؟ انا كنت حافظ غير جيري بس خلاص اخترت ده. ايه بس نقلته من جوجل. اوكي تعالوا هنا ننهي المقطع. تعالوا هنا ننهي المقطع. اوكي تعالوا. اوكي اوكي شباب بنات وصلنا لنهايه المقطع. شكرا على المشاهده. لا تنسون ايضا التصويت مليون مره قلت لكم. وايضا تابعوني على الانستغرام رابط حسابي بالوصف. واذا عجبتكم هاي السلسله وتردونا نستمر بسلاسل جديده وحلوه مثلا لعبه قيام وجلوس لعبه الغم ايضا مع المتابعين وصلوا لنا 100,000 لايك مليون لايك. وبس مع السلامه. طبعا ان شاء الله الفايز بعد 3 ايام راح نشوف انه اللي راح يفوز وننطي الجائزه مالته. وبس مع السلامه باي باي.